وفيما تشهد مدينة بئر السبع في فلسطين مواجهات عنيفة بين المواطنين والجيش الإسرائيلي عقب تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين، لتخرج جماهير حاشدة في قطاع غزة دعما لإخواتهم في الداخل المحتل. لن يهدأ البال حتى تخلع شوكة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، هذا شعار الفلسطينيين في مواجهاتهم مع المستوطنين الإسرائيليين وجيشهم، لتندلع هبة جماهيرية فلسطينية عقب موافقة بعض من الأحزاب الإسرائيلية على قرار البدء بتجريف الأراضي وتحريشها، وذلك في مناطق محاذية لقرى فلسطينية مسلوبة الاعتراف، لتعلن الصحف العبرية عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين خلال عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني. اليوم تخرج الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة دعما وإسنادا لأهالينا في الداخل المحتل، وتحديدا دعما للعملية البطولية في بئر السبع، هذه البطولية التي جسدت الوحدة الفلسطينية، جسدت بأن أبناء شعب واحد. لا يمكن أن يكون هذا العدو أن يجزئ أهلنا في الداخل المحتل عن قطاع غزة. اليوم خرجنا في قطاع غزة لدعم هذه العملية ولنقول للعالم أجمع بأن غزة هي رافعة المشروع الوطني الفلسطيني. عملية الطعن نفذها أسير فلسطيني محرر من قبضة السجون الإسرائيلية، ما خلق حالة من الاستنفار داخل السجون وحالة من التوتر لجهاز الأمن الإسرائيلي، الذي تبين بعد التقييم الأمني للعملية بأن التقديرات الأمنية لديهم لم تتوقع حدوث هذا في منطقة النقب، وكان التركيز كله على مدينة القدس والضفة الغربية. اليوم إسرائيل تمارس في النقب التهجير القسري على أبناء الشعب، على أبناء الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين لهذه الأرض، أيضا تمارس أبشع أشكال العنصرية لشعبنا في 48 في المثلث والجليل والنقب كذلك. ولذلك يخطئ العدو الصهيوني حينما يفكر بأن منطقة من المناطق هي المطلوب منها المواجهة فقط، لذلك العملية في النقب أكدت على أن المقاومة متجذرة بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حورة في مدينة النقب وأغلقت الشوارع والطرق المؤدية للبلدة، وشنت حملة من الاعتقالات والاعتداءات بحق سكان الحي كونه مسقط منفذ عملية الطعن البطولية الذي ارتقى شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. ما زالت منطقة النقب تتعرض لأبشع أشكال العنف ومصادرة الأراضي وتجريف البيوت وتحريش الأشجار. هذه سياسة الاحتلال الإسرائيلي يسدها نضال وإصرار فلسطيني يزيد من حدة المواجهات المستمرة. عبد الهادي فرحات، لقناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة.